الحوالات السوداء. الحوالات السوداء هذا نوع جديد من أنواع الحوالات اللي هي تنقل الأموال عبر الحقائب وعبر المركبات والسيارات إلى الحدود، عابر الحدود باتجاه إيران أو باتجاه تركيا. اليوم جاءت القيود الأمريكية الجديدة اللي وضعها الفيدرالي الأمريكي والخزانة الأمريكية مفاجئة للبنك المركزي، وقيود حقيقية يعتقد أنها كانت لأسباب سياسية، أما لأسباب الضغط على الحكومة العراقية أو الأسباب مباشرة هي يعني من التضييق الاقتصادي والمالي على إيران مثلا أو حتى على تركيا أحيانا. فهذه القيود هي قيود سياسية. توجه البنك المركزي باتجاه التعامل مع عملات في فترة، يعني في فترة يشهد بها العالم التوجه، يعني توجه بعض الدول لمحاولة إبعاد الدولار عن التداول العالمي، هذا معناها استفزاز أكبر للجانب الأمريكي، يعني من الناحية السياسية هذا استفزاز أكبر، وينتج عنه أيضا ممكن تكون ردود سياسية أخرى على شكل عقوبات أو قيود مالية من الفيدرالي الأمريكي أو الخزانة الأمريكية. بمعنى آخر، إحنا يعني ليست اليوم الإجراءات الأمريكية بمعزل عن الغايات السياسية. اليوم مطلقا هناك وجود غايات سياسية في هذا الموضوع، هذه الغايات هي تحاول من خلالها التضييق على حركة الأموال العراقية باتجاه، يعني عن طريق الحوالات، وهو نوع أشبه بالنوع من أنواع العقوبات. يعني بالمناسبة إحنا اليوم العراقي نمتلك الأموال لكن ما نستطيع تحويلها للخارج وعكسها على شكل بضاعة. هذا اللي يصير، أنت تمتلك أموال لكن أنت ما تقدر تروح تشتري بها بضاعة، ما تقدر تحول الفلوس. فهذه هي لب المشكلة. أنت بتروح باتجاه عملات، تعامل مع عملات أخرى، إحنا شرح يحقق أنت من هدف للسيطرة على العملة. العملة يعني لها أسباب ثانية، هي يعني هي شحتها في الأسواق، وهناك نعتقد أنه سبب آخر اليوم استجد خلال الساحة أو السوق العراقية، هي اللي ساهمت بعملية ارتفاع مفرط ومطرد للسعر الدولار أمام الدينار في الأسواق المحلية. نعم أستاذنا، أريد أنقل لكم اليوم بشكل حصري عبر قناتكم واحدة من القضايا اللي ممكن احنا نشهدها، أو جزء من معلومات استحصلناها عن حركة السوق الحالية وليش هو السبب الحقيقي المباشر بارتفاع أسعار الدولار. بالسابق العراقيين يروحون يجيبون أموالهم يحولوها عن طريق النظام المصرفي. النظام المصرفي تروح من خلالها إلى تركيا، تروح إلى الصين، تروح إلى دبي، هذه الدول التجارية، الشركاء التجاريين الأساس مع العراق. اليوم مع فرض هذه القيود نعتقد بوجود نوع من أنواع الحوالات السوداء. الحوالات السوداء هذا نوع جديد من أنواع الحوالات اللي هي تنقل الأموال عبر الحقائب وعبر المركبات والسيارات إلى الحدود، عابر الحدود باتجاه إيران أو باتجاه تركيا.